شفتوا عملوا المعركة هناك في الحوش قدام الورش عشان يلفتوا النظر هناك ويبعدوا النظر عن اللي بيحصل هنا. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ انا مش فاهم حاجة ولا شايف حاجة. طب هما بيعملوا ايه هنا يا فرجان؟ هيكونوا بيعملوا ايه؟ اللي بيعملوه كل مرة تهريبة مخدرات مخفية. مخدرات؟ فايز انا اول مرة اعرف ان الحاج لطفي بيشتغل في المخدرات. ويا ريت على قد المخدرات وبس. بالك يا باشمهندس عشان في سلمه تحت متاكله. انت ناسي ان انا نزلت هنا قبل كده؟ اهم حاجه الضيوف هم اللي ياخدوا بالهم. يلا يا لطفي الراجل عاوز يشوف بعينيه. كم مستر دونت افريد كم؟ كم سير. You will see the magnificent surprise. Follow me. كويس انكم نورتوا القصر. القصر نور وكله تمام يا باشا. اتفضل يا باشا. كم مستر؟ كم As if we are now in a real Mamluki palace, but it's true. It's a palace, but underground, who was built by Sultan Tumanbay to use it as a shelter if he's surrounded by enemies. اتفضلوا يا جماعه، الجو هنا رايق دلوقتي ونعرف نقعد ونتكلم على راحتنا. اتفضل. احسن حاجه عملتها يا استاذ انك انت صممت ان احنا نيجي نقعد هنا ونتكلم. ما كنتش هعرف انام الليله لو روحت من غير ما اجمع حتت اللغز في دماغي واقدر افهم حاجه. بس الناس الخواجات اللي دخلوا اتفرجوا على الاثارات اللي بيتاجر فيها لطفي خرجوا بعد كده مفيش معاهم حاجه. هما اللي هيشتروه هيشيلوه برضه فوق كتافهم يا فرجاني. يعني ايه؟ تقصد ان رجاله لطفي هما اللي هيسلموه البضاعه بعد كده؟ انا ما بفكرش في الناحيه دي خالص. يا جماعه كميه الخواجات بالشكل ده حاجه تحير. انا متهيالي ان تجاره الاثار المتهربه بتتم بشكل غير كده. برافو عليك يا ابو الرموز. صح، مفيش اي حد بيعمل معرض اثار متهربه وبيجيب الزبائن تتفرج. الحاجات دي بتطلع حته حته وتروح للزبون ما يجيلهاش. يا جماعه انا دماغي ورمت، حد يفهمني. بسيطه يا استاذ فرجاني، التفسير المنطقي للحكايه دي ان الحته او الحتت اللي معروضه للبيع لا يمكن نقلها. ازاي بقى لا مؤاخذه؟ عشان ثابته ما بتتحركش. بالظبط كده، وده يوصلنا لحد فين؟ للكلام اللي انت قلته لنا عن بيت تومان باي اللي استخبى فيه قبل ما التراكوه يقفشوه ويعدموه. يعني يعني ايه يا اسطى؟ يعني ينصر دينك يا استاذ. فهمت كده يا فرجاني؟ اه كده الواحد يعرف ينام. الله، يعني كده خلاص المشكله خلصت؟ لا، احنا لسه لازم نتاكد الاول من الحاجات اللي لقيوها تحت الربع، وبعد كده نبلغ البوليس يجي يقفشهم. انا كده فهمت ليه رجاله الحاج لطفي خطفوا الواد رضا ابن العين. اكيد شاف حاجه زي اللي شفناها الليله. ايوه سامعك كويس قوي. ده كلام؟ لا طمن يا حبيبي، ما انت عارف شغلنا. البضاعه هتوصل في ميعادها 100 100. اسكت منك لو المعلم جاي. ايه؟ الو، الشبكه وقعت.
ما انت عارف انا نازل تحت والشبكه بتقع. طيب هكلمك بعدين. سلام. سرحهم يا سنجة وهات الواد. حاضر يا معلم عرقوبة. قوم يا نسرح منك ليه يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده يا شفطة؟ قلت احياتكم وحياتكم وسياركم وتكوي البلاوي. قوم يا ريت يا واد. قوم فز كده قدامي ما تتنحلش كده امال. فوت قدامي انا اتسلى عليك بقيت الليل واخلي ليلتك طير. لا هو معلم عرقوبة. اسمك ايه يا ياد؟ رضا. الله جريس سنجل. ولسه ما نسيش اسمه؟ ما حفظتوش ليه؟ انا حطيت صواب العشرة في الشق من الواد ده يا معلم. الواد ده اتاكل مني ضرب ما كلوش حمار في مطلع. ارقعه العلقة اقول له اسمك حودة يقول له اسم رضا. ارقعه العلقة تاني يا معلم واقول له اسمك حودة يقول له اسم رضا. لما ايديا اللي وجعتني يا معلم. صحيح يا دحودة؟ انا اسمي رضا. خلاص يبقى انت كده بقى عايز امك تتبهدل. سنجة انت مش معاك عنوان امه؟ فوت عليها واديها الطريحة بدل ابنها. لا والنبي بلاش امي، اللي انتوا عايزينه هعمله. جميل. ايه اسمك ايه؟ رضا. اه. لا خلاص اسمي حودة. يا عم تعالى بس. انا عايز اعرف انت موديني فين دلوقتي؟ انا اتاخرت كده على البيت قوي. مشوار صغير الليله مش هتكمل الا بيه. ما هو اصل كله لازم يتحل مع كله يا رامز. ايه كله لازم يتحل مع كله؟ مش فاهم يعني ايه. صدقني خمس دقايق وهتفهم كل حاجه. مشوار لحد حاره السباحه. يعني كويس كده يا بنت؟ عاجبك كده تجريني وراك ادور عليك في الشوارع وتسيبيني بيتي وابني؟ معلش يا متامر غصب عني. الست الحاجه هنتني جامد قوي، ما حبيتش استنى لا تضربني وتطردني. ما انا كمان بني ادمه وليا دم وعندي كرامه. يو طبعا يا نعيمه، امال ايه؟ ما انا عارفه، بس انت برضو عارفه امي، عارفه انها زي ولادها الرجاله مش طايقينك. عارفه، عشان كده قلت امشي. لا يا نعيم لا، انت في حمايه وهتفضلي في حمايه لحد ابنك ما يرجع لك. اسمعي كلام يا بنت، انت لو قعدتي لوحدك مش هيعتقوكي. عارفه. طب دبريني اعمل ايه؟ التدابير لله يا مريضة. تعالي دلوقتي نروح وامي دي سيبيها عليا، انا هعرف ازاي اقصرها عنك. تعالي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. اتفضل يا ابو رمص. الاستاذ اشرف واحد من رجاله الحاج لطفي، ما شفتوش قبل كده مش كده؟ ما حصليش شرف يعني قبل كده. هقول له الحقيقه يا استاذ فايز ما تتوهوش. ابو رمص الرائد كريم حمدي مباحث الاثار. اهلا بيك يا اخ رامز. انا مش هعطلك كتير، بس الحقيقه الاستاذ فايز كان رشحك بقوه عشان تساعدنا في الجهد اللي بنبذله عشان نحوط على مساحه امبراطوريه الشرقاوي ونعرف كل خوافيها. والحقيقه انا عندي سؤال مبدئي هنتكلم بعده في التفاصيل. اتفضل اسال. فايز كان قال ان لطفي الشرقاوي عرض عليك انك تشتغل عنده، فهل ده صحيح؟ وهل ما عندكش مانع فعلا انك تقبل العرض ده؟ خلاص ما عدتش قادرة على الهم ده. صحتي ما بقتش تستحمل، ما بقاش فيا أعصاب عشان كل يوم التنقل على حد فيك وأفضل أهلي وإن كنت بالشكل ده. يا ماما أنت مكبرة الموضوع أكتر من اللازم. اللي بيحصل في البوابة الليلة شغل الناس كلها وأكيد رامز معاهم. هو ما يكلمنيش ليه؟ مش معاه زفت محمول؟ بلاش محمول، دي مكالمة بربع جنيه من القهوة. يعني يا ماما يا حبيبتي رامز لسه صغير، ده اللي زيه اتجوزوا وجابوا أطفال كمان. انتي بالذات مش عايزه اسمع منك فتاوي، مش عايزه اسمع صوتك من اصله. ليه بقى؟ وانا عملت ايه انا كمان؟ مش هرد عليكي ولا عبرك. الو؟ اهلا يا طنط. مش معقول بقيتي بتصاري كتير الايام دي. دخلت السرير ومعايا حاجه اقراها زي ما اتعودت عشان النوم يغلبني، لكن مفيش فايده. انا متوتره الليله على الاخر، يمكن عشان اللي حصل في الرابعة، الخناقة اللي شعللت فجأة وانفضت فجأة، وكمان مسعودة عمالة تحلف لي إنها سمعت أصوات غريبة جاية لها من المنور. أنا ما بخافش وما بصدقش حكاية البيوت المسكونة والكلام من ده، بس أنا قلقانة الليلة دي على الآخر. مش فاهمة، في حاجات بتحصل حواليا مش فاهمها خالص. عشان كده طلبتكم وقلت أسأل رامز، أكيد كان في الشارع وسمع حاجات. إيه؟ لسه ما جاش؟ آه والله يا طنط مش عارفين.
دي ماما هارية نفسها قلق عليه، أكيد متاخد في تطورات الموقف السياسي. أنا كمان مستنية على أحر من الجمر. اللي حصل النهاردة ده لازم يتكتب. حاضر يا طنط، أول ما هيوصل هخليه يكلم حضرتك على طول. العفو، مع السلامة. الطلب كتر على رامز الليلة. يا عيني شوقي الصرفي، الظاهر معاه حد غريب. يلا يلا على أوضة. اتفضل فايز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انا ما شفتش كده ابدا، في حد يطب فجاه على ناس لهم اهله ولا عمره دخل بيتهم وفي وقت متاخر زي ده؟ يعني هو ماله بس يا ماما؟ يعني هو جه لوحده ولا رامز اخويا هو اللي جابه؟ مهما كان اللي جايبه ومهما كان السبب ما يصحش. معلش يا ماما، دلوقتي هنعرف فيه ايه؟ هو قعده في الليفنج؟ فتح له الصالون. طيب انا هحاول اعرف فيه ايه. خضتنا. انا كنت بقولك ايه، البسي بسرعه عشان انا وفايز عايزينك في حاجه مهمه. حاضر. يلا. في الوقت ده يا رامز. معلش يا ست الكل، الضروره ليها احكام. ازاي الحال يا ست ماما؟ انت اسكتي خالص، اعمل لكم شاي. لا خليكي انت، انا هعمله. تخبطي وانا اللي هخرج واخده منك. حاضر. فاهمه؟ حاضر. يلا رامز، على بال ما اغير هدومي كلم طنط احلام، كانت عايزاك ضروري. عايز اعرف تفاصيل اللي حصل النهارده يا رامز. طلحه البواب عامل زي الاطرش في الزفه ولا فاهم حاجه، واصحاب الورش مش مدين للامان، فاكرين ان انا مع لطفي ضدهم، وفي حاجات كده بتحصل انا مش فاهماها، وانت اكيد كنت موجود وشايف. ايوه يا طنط احلام، في حاجات كتير قوي اكتشفناها النهارده ولازم احكيها لحضرتك، بس الوقت متاخر. ينفع اعدي عليكي بكره افطر معاكي واحكي لك على كل حاجه؟ قوي كده هتفتح نفسي. انا هاخر فطاري من 7 لـ9، ينفع؟ اوكي 9 بالدقيقة اكون عندك. مستنياك. تصبح على خير. يا دي النايبة، انت لسه ما نمتيش؟ خضتيني. انت ماشي على ترتيب صوابعك؟ هو انا ناقصة خضة؟ انت اللي ما سمعتنيش عشان كنت بتتكلمي في التليفون. انا رخرة مش جاي لي نوم، وسمعت اصوات ناس كده بتتكلم على باب الشقة، قلت اقوم اطمن بنفسي. ناس مين اللي على باب الشقة؟ أكيد أنت روحتي في النوم ولا كنت بتحلمي؟ والله ما نمت لسه ولا. يا خالة سيبيني، الله لا يسيئك. يا بنت يا نعمة اجمعي، فوتي على قبرتك أم ليلى، عايزاكي في كلمتين وبعد كده روحي مطرح ما أنت راح. بقول لك إيه؟ أنت وليا كبيرة ومش عايزة أزوقك تقعدي تدعوري. جرايا يا بنت يا نفيسة، في إيه؟ مالك يا بنت يا نعيمة؟ معوجة ليه يا أختي؟ قالت لي كلمي الست أم ليلى تقولي لها حاضر من سكات. بقول لك إيه؟ أنا مش رايقالك، فوتيني. يعني إيه فوتيني؟ تعالي يا بنت هنا. ايه اللي جرالك؟ وبعدين جاية بالليل كده في قصص الليالي، جاية تسرقي مين؟ ايه؟ انا جاية اسرق؟ امال جاية يا اختي، اداري الفجر قرب جدا. يا شيخة يا رب جدا، وانا عليكي وعلى كل مفتري. يا لهوي يا لهوي، قطع لسانك من لغلوغه، بتدي عليا يا بنتي يا مفترية؟ انتي ده انتي ما تسويش نكلة. تعالي هنا اهو، تعالي هنا اهو. ابعي يا بنتي يا نفيسة، انزلي للحارس اللي نايم على صرصير ودنه ده، قولي له روحي بلغلي البوليس، انا هبلغ فيك البوليس. في ايه؟ تعالي يا نايمة. الحقيني يا ست احلام. ما تخافيش، ادخلي وانا جايه وراكي. وبعدين معاكي يا ست، انت مش هتتكلمي في شقتك وتقفلي بابك عليكي؟ انت هتفضلي قاعده للطالع والنازل كده محشوره في اللي يخص الجيران وانت مالكيش دعوه بيه؟ لا بقى يا ست الاستاذه، انا باب شقتي لازم يبقى مفتوح، دي شغلتي واكل عيشي، والبت نعيمه دي انا اللي مشغلاها وفتح لها باب الرزق بالمبتدا. انا فاتحه بيوت ومسطره نسوان وبنات عدد شعر راسي. شوفي انت صنف عارفاه كويس قوي، صنف شفت منه في مكتبي في اقسام البوليس وفي ساحات المحاكم، ولو دورت وراكي هلاقي لك ملف في حمايه الادب وفي المكافحه، وهلاقي لك فيه 100 سابقة. انا الله يسامحك يا ست الاستاذه، الله يسامحك، بس ايه رايك بقى ان انا بنت 60 كلب، ان انا قاعده حارس على باب شقتك؟ قال ايه؟ عشان النبي وصى على 7 جار، وانت ما تستاهليش ان انا اقعد حارس على باب الشقه. الخير الكامل شر التلا. خدشي يا اختي حضري لي الشيشه، هتتجنن. بابك ما يتفتحش الا للي خبط عليكي، فاهمه؟
ما بقتش قادرة استحمل اللي انا فيه يا ست هاني. الست هي الطيبة وعايزة تساعدني وترجع لي ابني، لكن امها ست صعبة خالص، نازلة فيا اهانة عمال على بطال لما خلتني حج واسيب البيت. نزلت ورايا الست ايهاب وصممت ترجعني تاني، واول ما دخلنا دبت خناقه الرب السما هي والحاجه الكبيره، سبتهم بيتخانقوا وهربت تاني. ما بقتش عارفه اروح فين، بيتي القديم في البدرون. الست ايهاب قالت لي ما روحوش تاني لان اللي خطفوا ابني مش بعيد يخطفوني انا كمان او يعملوا فيا حاجه لو حسوا اني بدور وراه. ما لقيتش حد قدامي الا انت، قلت اجي اتحمى فيكي. قومي نايمه واوعي تركعي غير للي خلقك. خدي المسوده وشوفي لها هدوم تغير فيها، واذا حبت تستحمى ونيميها في الاوضه اللي احنا عاملينها للضيوف. ربنا يخليك ويخليلك ضمك. كفايه نايمه، خديها المسوده. يلا يا بنتي. بعد ما ترتاحي نقعد ندردش شويه، ده زي ما كنتيش تعبانه او عايزه تنامي. حطي بقى حكايه تاريخ البيت واللي قاله الكتاب عن طومان باي مع سمعه لطفي الشرقاوي في التجاره في الاثار المسروقه، هتلاقيكي بتقربي من مفتاح القضيه. المشاكل اللي ما بين حوت البوابه واصحاب الورش، وهتلاقي ان اصراره على طردهم من الربح ملوش اي صله بتنظيف المكان واقامه مجمع سياحي ومول كبير وكلام الاونطه ده. زيدي على ده بقى وفد الخواجات اللي شفناهم بيتسللوا للمخزن من ورا عند سبيل الخنجي بعد ما فضلهم لطف ورجالته المطرح وصرف نظر الكل لحوش الورش والخناق اللي فيه. بالظبط كده، زي ما يكون كده قال لهم شوف العصفوره فين وراح عمل اللي هو عايزه من الناحيه التانيه. وجود الخواجات له معنى ان في صفقه كبيره. بالظبط كده، خصوصا انهم جايين بطقم حراسه فول ارمت زي اللي بنشوفهم في افلام الاكشن الامريكاني. طبعا، بس انتوا عايزين مني ايه؟ ما دمتم جيتوا تقولوا لي يبقى اكيد عندكم فكره. زي ما بيقولوا في الاستراتيجيات العسكرية، الهجوم المباغت والسريع بيحقق الانتصار بدرجة 80%. واتفقنا انك انت اللي تكوني راس حربة الهجوم ده. الجورنال مش كده؟ هو فعلا كده، لازم الهجوم يبتدي من عندك يا استاذة. بس في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان السروجي صاحب الجورنال صديق شخصي للطفي الشرقاوي، وفي بينهم مصالح تجارية. وطبعا مش هيسمحوا لك في الجورنان انك تهاجمي صاحب صاحبه. بس هحلها، اوعدكم اني هحلها. بيقولوا ايه كل ده؟ بقالهم صاحب يتكلموا. وانت ايه اللي مضايقك؟ المنظر، يعني هينزل امتى من عندنا؟ وبعدين اللي هيشوفه نازل في ساعه زي دي هيقولوا ايه علينا؟ هيقولوا ايه يا بنت شوقي؟ اتلمي، مش هو ده اللي من شويه قلتي انه جاي مع اخوكي؟ ايوه، بس ايه؟ ما تبسبسيش، ما هو لسه معاه واكيد هينزل يوصله، واللي انت خايفه يشوفوه هيشوف اخوكي معاه، يبقى ايه لازمته بقى الغيره؟ غيره؟ وهغير على مين؟ وهغير ليه؟ مش هو ده اللي عايز اسيب المليونير اياه عشانه؟ ماما كفايه بقى، انا داخله اتخمد. احسن برضه. اتفضل. مساء الخير يا طنط. مساء النور. فايز الشربيني، اولا صديق رامز، ثانيا محامي. عارفه يا ابني، اهلا وسهلا. انا طبعا بعتذر ان انا جيت في وقت متاخر وميعاد مش مناسب، بس رامز اللي اصر وقال ان احنا لازم نقابل الانسه سمر الليله. بيتك ومطرحك، تشرف في اي وقت. متشكر يا طنط، عن اذنك. اتفضل. تصبح على خير يا استاذه. وانت من اهل. بس انا فايز، انا هنزل اونسك عشان السلم طال. مش هتاخر. قولي لي بقى، ايه الموضوع المهم قوي اللي جابهم على ملا وشهم بالشكل ده؟ انا مش عايزاكي تقولي اي حاجه ضد رغبتك او اي سر عايزه تشيليه جواكي، بس انا حاسه ان الكره الشديد اللي شايلهولك الست فهيمه ام ايات له سبب انت عارفاه كويس. مش عارفه اقولك ايه يا ست هانم، انا مش عايزه اخبي عليكي، لكن خايفه. خايفه؟
خايفة من ايه يا نعيمة؟ اتكلمي. اذا ما كنتيش واثقة فيا انا مش هضغط عليكي. هقول لك يا ست هاني، الحاجة فهيمة تبقى حماتي، ام المرحومة ابو رضا، واياد تبقى عمته. ايه؟ اما حكاية زي ما تكون حدوتة في فيلم سيما. بس حقيقية يا مسعودة، نعيمة ما تكذبش، سنين شغلي الطويلة في المحاماة بتخليني أميز بين الصدق والكذب. كانت أيام حلوة قوي يا أستاذة. هترجع يا مسعودة، كل اللي بيحصل من يوم ما جيت مصر بيخليني أخد قرار مفيش مفر منه. هرجع تاني ألبس روب المحاماة وأقف قدام المنصة. البارك خلف المستشفى، المكان ده خاص بالسادة الأطباء. المفتاح في العربية، خدها أو خلي السايس يوديها، وهات الحاجات اللي جوه العربية. تحت أمرك يا فندم. محمد هات الحاجة في العربية. شرفت ساعتك يا فندم. اهلا اهلا يا فندم، شرفتي. اهلا يا فندم، اديني خبر. اتفضلي حضرتك. اجلالها انا موجوده. اتفضلي. اهلا وسهلا يا احلام. اهلا يا حبيبتي. اهلا بيكي. برضو تعبت نفسك وجيتي. اتفضلي. معقولة؟ أنا تعبت نفسي برضو. أنا آسفة إن أنا اتأخرت عليكم، ويا ريت تسامحيني. أسامحك؟ ده أنت اللي تسامحينا لأننا قلقناكي وسببنا لك الحرج ده. حرج؟ بمناسبة إيه؟ عشان يعني الحساسيات اللي موجودة بينك وبين الدكتور عز الدين. بس غصب عني والله، قالوا لنا إن الاستعدادات الخاصة لحالة محفوظ بي مش موجودة غير في المستشفى دي. طبيعي جدا انك تجيبيه هنا. هو عامل ايه؟ ممكن اشوفه؟ يا سلام، ده حيطير من الفرح لما يعرف انك جيتي. بس هو دلوقتي نايم، هيصحى ان شاء الله بعد 5 دقايق. الممرضه هتيجي تديله العلاج، وبعد كده هيكون مستعد يقابلك. ولما تخلص الزياره افتحوا لها الفي اي بي لاونج، وبسرعه بلغوا الدكتور حسام والدكتوره نهى. مين؟ صبري؟ لا لا لا، خليه موجود عندكم لغايه ما اندهله. هو المرة شوفوا لي الدكتور ماهر موجود فين. يلا. سوري يا دكتور، اديني فضيت لك. مش باين. عموما يا سيدي الريبورت ده عايز مناقشه، وفي بيانات لازم تبقى كونفيرمد عشان لما نكلم الناس نبقى مليين ايدينا. ده تقرير مبدئي، الفول ريبورت بيتنسخ ويبقى على مكتبك بكره الصبح ان شاء الله. خلاص اسيبك بقى للضيوف. ضيوف ايه يا راجل؟ خليك قاعد. هما فين الضيوف دول؟ مش انت طالع لهم؟ لا، ده انت فاهم الموضوع غلط قوي. عموما انا ورايا ميعاد بعد نص ساعة، التليفون بتاعي نسيته في مكتبي. ابقى اشوفك النادي النهارده لو رحت. ان شاء الله. دو ماي بيست. باي. اخبار حسام ابنك ايه؟ الو؟ ايوه. ايه دنا؟ ما جيتيش ليه؟ بجد؟ لا سلامتك. ميرسي. صداعي فردك دماغي وعظم جسمي كله بيوجعني. بينها كده. اصلي خدت شاور سخن ودخلت اوضتي والتكييف كان عالي قوي. ايوه. هبله؟ ميرسي يا انكل. لا بس مدتني اقراص كتير قوي، قالت لي انها مخصوص عشان الانفلونزا.
لا 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 مفيش داعي، انا هنام وما هصحى ابقى كويسه قوي. باي. الحق ده كان عاوز يجي. طب وماله؟ معقول معقول يكون اتخطف بالسرعه دي؟ طبعا ما دام وقع في ايدين صياد شاطر. بسمة انا مش صياد ومش بنصف فخوخ لحد ومش بلعب على حد والكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده. انا عملت كده بس عشان انت قلتي لي انك مش ضامنه جوزك وعايزه تامني نفسك من خلال الراجل الكبير. ايوه يا حبيبتي، ما هو انت بوليسه التامين دي بقى. ادخل. دكتور ماهر يا فندم. خليه يتفضل. اتفضل يا دكتور. مرسي. جود مورنينج يا دكتور. جود مورنينج يا سيدي. اقعد. طمني، كلمت الجامعه؟ ايوه، بس واضح ان رئيس الجامعه دايس على الورق شويه. دايس؟ يعني ايه؟ سوري، يعني ركنه. ركنه؟ ليه بقى؟ دي موافقه صريحه من جامعه عين شمس ومن الدكتور احسان وكمان معتبره بالوزير. ما انت عارف طبعا الدكتور كرار وانتوا زملاء وبينكم وبين بعض مصانع الحداد، هيوافق ازاي بالسهوله دي لجوز بنتك؟ الله الله الله، ده يبقى بيهرج ده ولا ايه؟ ده مش داريان باللي حواليه. ايه؟ هتعمل ايه يا دكتور؟ هتشوف. بالمناسبه عرفت ان حماتك موجوده هنا في المستشفى؟ سوري يا اجلاء. باردون يا اجلاء الهانم، انا جالي دوخه مفاجاه. معلش سميه، انت عارفه هتعملي ايه. مستعد اكد لك باي طريقه انت عايزاها ان انا مش هلح عليكي في اي شيء، بس من فضلك عايز اشوفك. من فضلك يا دكتور، انا في شيفت شغلي، ما ينفعش اتكلم في اي حاجه غير شغلي، ولا اضيع وقت من حق المرضى بتوعي. ارجوك يوافقي. هزي راسك بس. يا عز انا متدمر. المستشار بيقولوا انها انيميا بتيجي لكبار السن، بس انا بيني وبينك يا احلام مش مهتم لا بالتشخيص ولا بتوصيف المرض، لان عارف انها طريقه من ضمن طرق كتير للخروج، وزي ما بنردد دايما تعددت الاسباب. بعد الشر عليك يا استاذ. انا مش عارفه ليه احلام تملي يفكر في المساله دي، مع ان اخر كونسلت اتعمل له من الدكاتره قالوا ان حالته كويسه جدا ومستقره. والمساله مساله وقت. احنا سحبنا من رصيد الزمن كتير قوي وبدانا ندخل في مرحله الملل وتقل الدم. اقول له ايه انا بقى ده؟ ما تقولوش، انا اللي هقول. هفكره بكلام قديم قاله لي وحفظه لي. فاكر يا استاذ لما لقيتني منهاره لما ماما توفت بعد وفاة بابا بأسبوع؟ فاكر قلتلي إيه؟ معقول هفتكر حاجة من 30 سنة يا أحلام؟ 30 سنة إيه؟ إيه ده؟ دول 10 سنين بس. خلاص يا ستي ما تزعليش، هنخليهم 30 شهر. أيوة فاكر يا أحلام، فاكر إن منطق قررت في عقلها الباطن إنها مش هتقدر تتحمل الحياة كتير بعد باباكي وقررت تحصله. أستغفر الله العظيم، في حد بيقرر حاجة زي دي غير ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا يا إجلال، كله بأمر الله وبإرادته، بس ده تحليل يقرب المعنى في ضوء علم النفس. ومعناه إن إرادة الإنسان لها دخل كبير بالظبط زي تأثير اليأس وقوة الأمل. لسه فاكرة؟ ويا ترى بتتصرفي حسب المنطق ده يا أحلام؟ وجاي أساسا عشان أشوفك واستشيرك. أكيد أخدت قرار في حاجة. أيوة، وقررت أفتح مكتبي هنا في مصر.
مالك يا عزة؟ في ايه يا حبيبتي؟ طمنيني. انا خلاص مش قادرة استحمل يا راجل، ببعد عنه بكل وسيلة، بهرب من اي طريق تجمعني بيه، لكن مفيش فايدة. طول ما احنا في نفس المستشفى مش هينفع. هو مش وعدك انه هيبعد عنك نهائيا ومش هيحاول يقرب؟ ما قدرش ينفذ وعده. ومش بس كده، ده مكلف واحد يمشي ورايا في كل حتة ويسأل عني جيراني واهل حتتي. بس الواحد ده ممكن ما يكونش من طرفه هو. ايه اللي اكد لك انه هو اللي بعته؟ هيكون مين يعني؟ الشخص ده من رجالة باباه. الوضع بالشكل ده مش ممكن يستمر. ايه ناوي على ايه بالظبط يا عز؟ هتشوفي. مش فاهم يعني، في اسرار عسكريه بيقولوها جوه مش عايزين حد يسمع ولا ايه؟ لا ابدا، هي حاله الراجل ما تسمحش اكتر من شخصين يزوروه. بعدين انت متوتر ليه؟ انا مش متوتر ولا حاجه. انت قلت لها ايه بره؟ هي مين دي؟ الست رئيسه الحاكمات. مالكيش دعوه. قرار حكيم يا استاذه. الكلام اللي سمعته منك دلوقتي عن الجو اللي انت عايشه فيه في البتولي والناس اللي هناك والمشاكل اللي انت قررتي انك مش هتقفي تتفرجي عليها، بيفتح قدامك باب جديد عشان تجددي شبابك كمحامية وتملي حياتك من تاني. انت بتشجعها على ايه يا محفوظ بيه؟ المفروض انها تقعد تستريح وتجني تعب السنين اللي تعبت فيها كلها طول حياتها، مش تبتدي شقة من جديد. ده مش شقة يا إجلال هاني، ده زي ما قال أستاذي، فرصة أرجع بيها شبابي. ما بحبش الإحساس بالمعاش ده، استسلام وانتظار للنهاية. بالظبط. جو أهد يا أحلام، وأنا بستني أخبارك. ساكنة هي وابنها مع واحدة زميلتها في شقة مشتركة ورا مدرسة دولا سال في الظهر. علاقتها بالجيران يا فندم طيبة جدا، واخدة الطابع الأسري، لأنها بتسيب ابنها عندهم لما بتكون هي في المستشفى. سمعتها عموما كويسة قوي، ومفيش عليها أي ملاحظات، وما بيترددش عليهم غير والد زميلتها، موظف بالمعاش متجوز من واحدة غير أم راجل، وعايش عندها في الشرابية. بس يا فندم هي دي كل المعلومات اللي قدرت أتوصلها لغاية دلوقتي. مش كفاية. أنا يا فندم شغال والبحث جالي، بس أنا قلت أبلغ سعادتك بالمعلومات اللي بتوصلها أول بأول. طيب كمل، والمناسبة الخزنة فيها إذن، روح اصرفه دلوقتي وأنت ماشي. ما تحرمش بكرم سعادتك، ألف شكر يا فندم. مع السلامة. الو بسمة؟ ايه مش عارفه صوتي ولا ايه؟ برضو يا انكل اسفه، اصلي مش متوقع. مين؟ ايتن؟ يا حرام، صحي تعبانه قوي النهارده. لا ما انا اللي خدت الموبايل من جنبها بعد ما نامت وعملته سايلنت. اسفه، ما هو اصلي كان بعيد عني ما خدتش بالي من الفايبريشن. ميرسي خالص على ذوق حضرتك. لا لا انا اول ما تصحى هخليها اكلمك على طول. ماشي، باي باي يا انكل، باي. ايه رايك بسمه؟ عايزه احذرك من حاجه مهمه. من ايه ان شاء الله؟ اللعبه كده هتقلب بجد. طب وايه يعني؟ انا عايزاها تقلب بجد. انت عارفاني لسعه، ولما بحب بجد ببقى مجنونه. ايه ده بقى، انت ناوي تحبيه بجد ولا ايه؟ ليه لا، حماكي راجل يضحك. بس ده قد بابا الله يرحمه. يمكن عشان كده. معقولة يا ماما تيجي المستشفى من غير ما تشوفينا ونشوفك؟ لا ما يصحش، انا جاي للاستاذ محفوظ، وبعدين انتوا مشغولين وانا مش عايزه اعطلكم. وزي ما شفتي دلوقتي وانا جايه مع اخوك الممرضه، جت قالت له عايزينك، سابني وراح. معلش يا ماما مش هيتأخر، بس على الله ما يتخانقش. ايه يتخانق مع مين؟ مع الدكتور قدري او صف التمريض، اصل هو بقاله مدة يا ماما اعصابه متوترة. ما هو السبب معروف، ما هي دخلت علينا
وانا ما كنتش اعرف انها ماسكه حاله الاستاذ محفوظ. انا اسفه جدا اني جبتك بالوسيله دي. ولا يهمك، ولو اني كنت ممكن تكلميني على الموبايل. لا، ما انا معيش موبايلك، كل ده ملوش اهميه، انا مش هعطلك كتير. حسام. ايوه عسى. واضح جدا ان احنا الاثنين ما ينفعش نبقى في مستشفى واحده. كل ما بنتقابل حتى ولو بالصدفه مشاعرنا ممكن تتغلب علينا. طب ما نسيبها تتغلب علينا، هنقاومها ليه؟ الدنيا تتعقد وحياتنا تتقلب، مش هنلاقي في ايدينا غير التعاسه. ده متفقين عليه من زمان، مش هنناقشه دلوقتي. وطبعا ما اقدرش ابقى بجحه واقول لك يانا يانت في المستشفى دي. دي مستشفى باباك اكبر شريك فيها، يعني بتاعتك. علشان كده انا اللي لازم اسيب المستشفى واحاسبها. جبتك ابلغك، وفي نفس الوقت عاوز اطلب منك طلب. اموري. عاوزك تحلف وحياه اغلى حاجه عندك في الدنيا دي، ما تحاولش تعترض طريقي وتمنعني، ولا حتى تدور عليا وتعرف مكاني الجديد. عايزة أنا أحلف لك على ده بأغلى حاجة عندي؟ إذا سمحت. هقول لك وحياة عزة. آسف جدا يا ماما. It was an emergency. حالة مستعجلة. ربنا يوفقك في حالتك المستعجلة. طب وقايمة ليه دلوقتي؟ الزيارة بتاعي. وحياتي يا ماما، خليكي معانا النهاردة وهنسلم حالاتنا لزملاء تانيين ونخرج نتغدى في أي مكان حضرتك تختاريه عشان خاطري. أيوة يا ماما، بقالنا كتير ما أكلناش مع بعض، وآخر مرة زرناكي في بيت الربع المشكلة اللي حصلت دي لخامتنا كلنا. المستشفى مش محل بقالة تقفلوه وتخرجوا تتغدوا وترجعوا، والمرضى دول مش حالة تسلفوها لبعض، دول بني آدمين. ثم أنا مش فاضية. أنا راجعة أشرف على العمال اللي بيوضبوا مكتبي الجديد. مكتبك الجديد؟ مكتب إيه يا ماما؟ مكتب إيه؟ هيكون مكتب إيه يعني؟ مكتب تخديم؟ مكتب محاماة طبعًا. إيه؟ أنتِ راجعة الشغل تاني يا ماما؟ ما تصدقيهاش، تلاقيها بس نغزة كده وهتعدي. بس دي بتتكلم جد يا بابا، بتقولي إنها هتحول أوضة الصالون لمكتب، لأن لها باب مستقل، وكمان هتعلق يافطة على البلكونة، تقريبًا بتفكر في كل التفاصيل. ما بيقول لك الفاضي يعمل ايه؟ قاضي. لا، محامي. والله صعبان عليا، وحيده ومحدش بيسال فيها، اهي بتتسلى ما يضرش. يلا. ما افتكرش يا بابا، لانها بتقول ان اهل الحي عندهم مشاكل فرضت نفسها عليها، وانها حاسه ان عندها واجب مش هتقدر تهرب منه. ادي اللي يخوف بقى. ادي اللي يخوف اكتر من الوحده والياس وان محدش يسال فيها. هتعمل لي بقى فيها جان دارك وتقول لي الواجب المقدس والمسؤوليه. ربنا يستر. وانت ايه اللي مضايقك في انها تفتح مكتبها وتشتغل؟ مش متضايق ولا حاجه، بس مستغرب، عايز اعرف السبب. السبب واضح وانت قلته دلوقتي. ايوه. شوف يا بيرل، ايه ده؟ انت ما بتاكليش ليه؟ ده مش ميعاد اكلي يا عايز. انت جيت بدري وطلبت الغدا. ايوه صحيح، انا فعلا جيت بدري، معلش جيت فجأة. ما كملتش كلامك يعني؟ لا، انا بقول بقى اكمل الاكل احسن، بعد كده اطلع اشوف البنت العيانة دي، وبعدين اطلع القطامية اكمل لعب هناك. لحظة، بنت مين العيانة وهتروح تشوفها؟ ايتن اخت بسمه.